طبعا الوضوء للصلاة كأنه وضوء صلاة، ده بيجدد نشاط الإنسان إنه يقدر يكرر حاجة تانية. المفروض عندما يعرف إنه مش خلاص مش هيعمل، فالمفروض إنه يستحمى، والاستحمام ده أو الغسل ده له شروط. طبعا الجنابة هي الاحتلام والعادة السرية ونكاح الزوجين والعادة الشهرية، وطبعا النفاس وبعد الولادة والنفاس اللي هو، فده بنسميه كله جنابة. الجنابة المطلوب أول حاجة إنك تغسل إيديك الاتنين بدون أي إضافات طبعا بماء طاهر. طبعا الوضوء للصلاة كأنه وضوء صلاة، ده بيجدد نشاط الإنسان إنه يقدر يكرر حاجة تانية. المفروض عندما يعرف إنه مش خلاص مش هيعمل، فالمفروض إنه يستحمى، والاستحمام ده أو الغسل ده له شروط. طبعا الجنابة هي الاحتلام والعادة السرية ونكاح الزوجين والعادة الشهرية، وطبعا النفاس وبعد الولادة والنفاس اللي هو، فده بنسميه كله جنابة. الجنابة المطلوب أول حاجة إنك تغسل إيديك الاتنين بدون أي إضافات طبعا بماء طاهر.